بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا وإخواننا في كل مكان وجميع الأهل والأحباب وجميع المسلمين، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل والذي نرجو فيه من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، وأن يذهب الله سبحانه وتعالى هذه الغمة عن الأمة، وأن يتقبل منا الصيام والصلاة والقيام والصدقة، وأن يرحم أمواتنا وأن يشفي أمراضنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الأمة الخير واليمن والبركة والرحمة في هذا الشهر العظيم الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين أن يتقبل الله منا ومنكم، وأن يعود علينا هذه أن يعود علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يرحمنا ويغفر لنا ويحسن خاتمتنا، وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.